وطن اف ام. يا وطن كلنا نحبك يا وطن، يا وطن غالي علينا، اغسل لوح لاجلك يا وطن يلي منا معك رضينا. يا وطن كلنا نحبك يا وطن، يا وطن كلنا نحبك يا وطن. وطن اف ام 99.2. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضاً عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. طابت أوقاتكم بكل خير متابعينا، وأهلا بكم إلى جولة إخبارية جديدة من برنامج مساء الخير يا وطن. جولتنا تسلط الضوء على أبرز وأهم الأحداث المحلية العربية والدولية. سأكون معكم في إعداد وتقديم هذه الجولة إيمان حامد، ومن الإخراج عبدالله الخطيب، ومن الهندسة الإذاعية والتلفزيونية خالد نجوس. إلى أبرز العناوين: شهيد وإصابات خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في حلحول بالخليل وجيوس في قلقيلية. عائلة الأسير أحمد مناصرة تطالب بالإفراج الفوري عنه لتردي وضعه الصحي والنفسي. مصرع طفلة في حادث دهس في محافظة بيت لحم. وأمريكا تعيد مجدداً الفصل بين الدائرة التي تعنى بالفلسطينيين عن السفارة الأمريكية في الداخل المحتل. من العناوين إلى التفاصيل، أهلاً بكم. أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمود كرجة 27 عاماً متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال في بلدة حلحول شمال الخليل. وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن الشهيد كرجة أصيب برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.
إلى ذلك أصيب الشاب بالرصاص الحي وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حلحول شمال الخليل. وذكرت وزارة الصحة أن إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر وصلت المشفى الحكومي في حلحول، وأخرى بالرصاص المطاطي في العين وصفت بالمستقرة. وكانت مواجهات قد اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة حلحول، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعير النارية وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية. من جانبه أدان رئيس الوزراء محمد شتي جريمة أعدام قوات الاحتلال الشاب محمود كرجة في بلدة حلحول، وقال لم تتوقف قوات الاحتلال عن عملياتها الإرهابية بممارسة القتل لأجل القتل، كما حدث قبل قليل في مدينة حلحول عندما أعدمت قوات الاحتلال الشاب كرجة. ودعا الإدارة الأمريكية للتدخل لدى دولة الاحتلال لوقف إرهابها المنظم ضد أبناء شعبنا والكف عن سياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها وذهب ضحيتها العديد من الأطفال والشباب والنساء. في ذات سياق، أصيب الشاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جيوس شرق قلقيلية. وأفاد شهود عيان بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في بطنه، نقل على إثرها إلى مشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية، ووصفت حالته بالخطيرة. اعتدى مستوطنون بالضرب على مواطن من قرية كيسان شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من مستوطني معالي عاموس المقامة عنوى على أراضي المواطنين هاجموا المواطن رجعبيات أثناء تواجده في أرضه واعتدوا عليه بالضرب قبل أن يلوذ بالفرار. يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة من سلب للأراضي وتجريفها أو بحق رعاة الأغنام والمزارعين في قرية كيسان. لقيت طفلة تبلغ من العمر عامان مصرعها في حادث دهس في محافظة بيت لحم. وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي رزيقات بأن طفلة من سكان قرية أرطاس لقيت مصرعها إثر حادث دهس أمام منزلها. وأضاف أن شرطة المرور والنيابة العامة فتحتا تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث. أبعدت قوات الاحتلال سيدة من القدس المحتلة عن المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية بأن مخابرات الاحتلال أبعدت السيدة هنادي الحلواني عن الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد بعد استدعائها للتحقيق في مركز تحقيق القشلة. طالبت عائلة الأسير أحمد مناصرة ومحاميه خالد زبارقة اليوم بالإفراج الفوري عنه نظرا لصعوبة حالته الصحية والنفسية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في منزل الأسير مناصرة في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة. للمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف محامي الأسير أحمد مناصرة السيد خالد زبارقة. أهلا ومرحبا بك معنا عبر وطن سيد خالد. أهلا وسهلا بكم وبجميع المستمعين. أهلا بك. يعني حسب متابعتك لحالة الأسير أحمد مناصر، لو تطلعنا على تطورات الحالة النفسية والصحية له. يعني يكفي أن أحمد مناصر في السجن الإسرائيلي وهو موجود في ظروف قاسية وموجود في عزل انفرادي. نعم. ولا يسمح له بالتواصل مع الأسرى الآخرين، ويتعرض لإهمال طبي كبير، وأيضا أصابه مرض نفسي عضال داخل السجن الإسرائيلي. وهو دخل السجن الإسرائيلي ابن 13 عاما. يعني هذه الحالة هي حالة قاسية، حالة صعبة لا يمكن أن تستمر، ويجب أن نعمل بكل ما بوسعنا
من أجل التخفيف عن الأسير أحمد منصة. نعم، ذكرت حضرتك أنه موجود في العزل الانفرادي، منذ متى هو معزول انفراديا؟ وأيضا في ظل هذه الحالة إذن هو ممنوع من الزيارات؟ هو موجود في العزل الانفرادي تقريبا 7 أشهر متواصلات، وهذا بحد ذاته يعني يؤثر بشكل كبير جدا على نفسية أحمد بالتأكيد، ويفاقم حالته الصحية الصعبة أصلا، ولذلك يعني استمرار وجوده في العزل الانفرادي واستمرار وجوده في السجن، أنا باعتقادي أن هذا بحد ذاته يعد جريمة كبيرة بحق الإنسانية. نعم، كيف تتابعون حالته أيضا؟ ماذا بخصوص المحكمة التي من المقرر عرضها عقدها في جلستين في تاريخ 15 و19 من الشهر الجاري؟ في تاريخ 15 من هذا الشهر ستكون هناك جلسة في المحكمة المركزية في بئر السبع، وستعقد الجلسة في مقرها في سجن بئر السبع، وهذه الجلسة ستكون بخصوص ملف العزل الانفرادي أو تمديد العزل الانفرادي، وهناك جلسة أخرى ستعقد يوم 19 من شهر حزيران من هذا الشهر، وستكون أمام اللجنة الخاصة التي ستقرر هل يسري مفعول قانون مكافحة الإرهاب على قضية أحمد مناصرة أم لا. نعم، إذا قررت أنه سيسري هذا القانون على قضية أحمد مناصرة فهذا يعني أنها تمنعه من الدخول إلى جلسة الثلث أو لجنة الإفراج المبكر، وإذا قررت أنه لا يسري عليه قانون مكافحة الإرهاب هذا يعني أننا نستطيع أن نتقدم بطلب للإفراج المبكر عنه إلى لجنة الثلث، وهي اللجنة المختصة في هذا الموضوع. نعم، هناك حملة دولية كانت قد أطلقت لطلب المبكر للإفراج عن الأسير مناصرة، إلى أين وصلت الجهود فيها؟ نعم، هناك حملة دولية وهي يعني حملة مباركة وجيدة، ونحن نعتقد أنها مؤثرة ويجب أن تستمر، ويجب أن يصل صوت ومعاناة وصرخة الطفل أحمد مناصرة إلى كل الأذان في العالم. نعم، إلى كل الذين يهتمون في مسألة حقوق الإنسان، لأنه لا يمكن ولا يجب على العالم أن يسمح لإسرائيل أن تطبق القوانين القاسية على أسرى أطفال عمرهم 13 عام. نعم، هذا شيء يعني غير مقبول لا قانونيا ولا أخلاقيا ولا تحت أي اعتبار. نعم، طيب حضرتك كمحامي هل تقومون بتدخلات لمتابعة حالته الصحية والنفسية في ظل وضعه في العزل الانفرادي؟ يعني احنا طبعا يعني نحن اعترضنا على هذا على استمرار العزل الانفرادي، وايضا قدمنا قائمه باسماء اسرى فلسطينيين عندهم الاستعداد لاستقبال الاسير احمد مناصرة عندهم، وهذا الموضوع قيد البحث حتى الان، وايضا في الملف الاخر وهو ملف الافراج المبكر والذي نعمل عليه بكل قوه، أيضا سنقدم مرافعة وطعونات قانونية واضحة لنثبت أمام اللجنة بشكل قانوني أن قانون مكافحة الإرهاب لا يمكن أن يسري مفعوله على طفل أحمد مناصرة. نعم، محامي الأسير أحمد مناصرة سيد خالد زبرقة، أشكرك على كل هذه التفاصيل. أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ أنه لا صحة للأخبار التي وصفها بالصفراء حول صحة الرئيس محمود عباس، وقال الشيخ في تغريدة على تويتر: الرئيس عباس يتمتع بصحة جيدة ويزاول عمله كالمعتاد، وما يروج له الهدف منه العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني. يناقش مجلس الوزراء في جلسة خاصة ارتفاع الأسعار في الأسواق وسبل دعم السلع الأساسية، وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي إن الحكومة ستناقش مساء اليوم سبل المساهمة في دعم السلع الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية والذي انعكس أيضا على الأسواق المحلية، وأضاف أن جلسة الحكومة الاستثنائية ستبحث وتحلل الارتفاع في الأسعار الذي طرأ خلال الفترة الماضية، فيما يتوقع أن تصدر توصيات لصالح المواطنين
المواطنين لمواجهة هذه الارتفاعات. من جانبه قال ناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن الحكومة ستدرس كيفية اتخاذ إجراءات من شأنها مواجهة موجة ارتفاع الأسعار من أجل حماية المواطنين من أثرها. أكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي رزيقات خلو جامعة بيت لحم من أي جسم مشبوه. وحول تفاصيل ما حدث اليوم في جامعة بيت لحم قال رزيقات في بيان صحفي: وصلت إشارة لعملية شرطة المحافظة مفادها تلقي الجامعة رسالة نصية من مجهول تفيد بوجود جسم مشبوه داخل الجامعة، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة ووحدة هندسة المتفجرات والأجهزة الأمنية للجامعة وباشرت بمسح وبحث شامل للمباني وللمرافق ولساحات الجامعة. وبعد عمل الإجراءات اللازمة تم التأكد من عدم وجود أي جسم مشبوه، وعليه تم إبلاغ الجامعة والسماح للطلبة بدخولها وممارسة الجامعة لمهامها بالشكل الاعتيادي. شارك أهالي مسافر يطا اليوم في وقفة احتجاجية ضد استيلاء الاحتلال على أراضيهم لصالح شق شارع استيطاني. وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور بأن سكان منطقة العين البيضاء شرق يطا نظموا وقفة احتجاجية ضد استيلاء الاحتلال على أراضيهم لشق شارع استيطاني يمتد من مستوطنة ماعون عبر مناطق المرتبة والعين البيضاء ومن ثم إلى الجوايا شرق يطا. وأشار إلى أن قوات الاحتلال بدأت بشق الشارع الاستيطاني قبل 4 أيام في الوقت الذي تمنع فيه المواطنين من الاقتراب من تلك المنطقة. أعربت وزارة الخارجية عن استغرابها من الموقف الأمريكي الذي عارض تقرير لجنة التحقيق الدائمة ووصفه بالمنحاز ضد إسرائيل. وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الجديدة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية قد أصدرت الثلاثاء الماضي تقريرها الأول الذي خلص إلى أن استمرار الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة. وأوضحت الخارجية في بيان أن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية ادعى في تعقيبه على التقرير الحرص على تعزيز حالة حقوق الإنسان، مكررا بشكل متناقض دعوة بلاده لتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والكرامة، دون أن يفسر كيف يمكن له تحقيق مثل هذه التدابير المتساوية في ظل استمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين والاستيطان فيها، وكيف يمكن ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تضمن تنفيذه على الأرض في ظل عدم ممارسة الولايات المتحدة الضغط المطلوب واللازم والكفيل بوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ووطنه. أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس بمدينة القدس المحتلة أن محكمة الاحتلال العليا رفضت طلبها بإبطال قرار استملاك جمعية استيطانية لعقارات لها شرقي المدينة. وقالت البطريركية في بيان: أصدرت المحكمة قرارا رفضت من خلاله آخر محاولات البطريركية لإلغاء قرار الحكم الصادر بحقها بشهر تموز منذ عام 2017، والذي نجحت من خلاله جمعية صهيونية متطرفة استملاك عقارات
بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في باب الخليل بالقدس المحتلة، مضيفة أن هذا القرار يأتي بالرغم من المعركة القضائية التي خاضتها البطريركية طيلة 17 عاما الماضية. المتحدث باسم المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية أنه تم تغيير مسمى وحدة الشؤون الفلسطينية إلى مكتب الشؤون الفلسطينية في السفارة الأمريكية بالقدس المحتلة، مضيفا أنه تم تغيير الاسم ليتماشى بشكل أفضل مع تسميات وزارة الخارجية الأمريكية. وذكر المتحدث أن المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية يعمل تحت رعاية السفارة الأمريكية في القدس المحتلة ويقدم تقاريرا حول الأمور الجوهرية مباشرة إلى مكتب شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية. وكان مراسل الشؤون الدبلوماسية لموقع ويلا العبري قال إن هذه الخطوة الأمريكية تأتي تجاه إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة. صحيفة إسرائيل اليوم العبرية إن مشروع قانون جديد تم طرحه على الهيئة العامة للكنيست يستهدف تشريع قانون خاص ينص على حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج. من جانبه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أدان هذا المشروع الذي تقدم به عضو الكنيست الإسرائيلية و35 عضوا آخرين، قائلا إنه يدلل على أن هناك توجها عاما ممنهجا ومدعوما من أعلى الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية للانتقام من الأسرى وتركهم فريسة للأمراض وللموت. وأضاف أن الصمت الدولي على هذه التوجهات العنصرية اللا أخلاقية واللا إنسانية من قبل كافة القطاعات الإسرائيلية يشجع على مزيد من الجرائم والتطرف. من الجدير ذكر أن هذا المشروع طرح في أعقاب قرار إدارة سجون الاحتلال بحرمان الأسيرة إسراء الجعابيص والتي تعاني من وضع صحي صعب وخطير جراء الحروق التي طالت كافة أنحاء جسدها عند اعتقالها، وتعتبر من الحالات المرضية الخطيرة جدا وبحاجة إلى علاج وعمليات لمساعدتها في استعادة صحتها وقدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية دون اللجوء لأحد. ونبقى في أخبار الداخل المحتل، حيث وصل رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت إلى أبو ظبي صباح اليوم في زيارة خاطفة لم يعلن عنها مسبقا، لكنها جاءت بدعوة من رئيس الإمارات محمد بن زايد. وسيلتقي بينت لاحقا اليوم مع رئيس الإمارات على انفراد في القصر الخاص للأخير، ويأتي ذلك للقاء عمل بمشاركة فريقيهما. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال فإن بينت وبن زايد سيبحثان مجموعة من المواضيع الإقليمية، وهذا اللقاء الثالث بينهما في الأشهر الأخيرة، وسبقه لقاء في أبوظبي في كانون الأول الماضي ولقاء آخر في آذار الماضي في شرم الشيخ. وقال بينت قبيل سفره لأبوظبي: أسافر الآن إلى الإمارات المتحدة وسأعبر للعائلة المالكة عن تعازيي وتعازي شعب إسرائيل إثر وفاة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد الذي ساعد في شق الطريق إلى شراكة بين إسرائيل والإمارات، الشراكة التي نعززها اليوم على حد قوله.
إلى الأخبار العربية، نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ما تروج له بعض المواقع التابعة للاحتلال من ادعاءات باطلة عن وجود محادثات دبلوماسية مع تونس. وقالت الخارجية التونسية في بيان إن هذه المواقع دأبت على نشر هذه الإشاعات في محاولات متكررة للمس بصورة تونس وموقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والسقوط بالتقادم. وأكدت أن تونس غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتل وأنها ستظل رسميا وشعبيا، كما أكد ذلك رئيس الجمهورية في عديد المناسبات سندا للفلسطينيين في نضالهم إلى حين استرداد حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة. الدولية، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران تزيل 27 كاميرا مراقبة من مواقعها النووية في البلاد، محذرا من ضربة قاسمة للاتفاق النووي. واعتبر مدير عام الوكالة أن هذه الخطوة تشكل تحديا خطيرا لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متحديا أو محذرا من أنه لم يتبقى سوى 3 إلى 4 أسابيع قبل أن يصبح من المستحيل إحياء الاتفاق. تجاوزت إصابات جدر القرود الذي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها 1000 حالة في التفشي الحالي خارج الدولة الإفريقية التي يتوطن فيها المرض عادة. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن خطر توطن جدر القرود في البلاد التي لم يكن ينتشر فيها من قبل هو خطر حقيقي، لكن الوقاية منه ممكنة في هذه المرحلة. وأبلغت 29 دولة عن إصابات في الموجة الحالية التي بدأت في أيار الماضي، ولم تبلغ أي دولة عن حدوث وفيات. وأضاف إنه انعكاس مؤسف لصورة العالم الذي نعيش فيه، إذ أن المجتمع الدولي أصبح يهتم الآن فقط بمرض جدري القرود لأنه ظهر في البلدان الغنية. قد تجدد التوترات القائمة أصلا منذ فترة طويلة بين البلدين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يتعين على اليونان التوقف عن تسليح جزر بحر إيجا وأن تلتزم بالاتفاقيات الدولية. وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها أثناء حضوره عرضا عسكريا على الساحل الغربي لتركيا أن على اليونان تجنب الأحلام والأفعال والتصريحات التي قد تندم عليها. وكان رئيس الوزراء اليوناني قد قال إن بلاده شهدت وابلا غير مسبوقا من الانتهاكات التركية للمجال الجوي، وعودة مستمرة إلى التأكيدات التي لا يمكن تصورها بشأن تقليص السيادة المفترضة على الجزر اليونانية، مضيفا بأنهم شهدوا فترات من التوتر المتزايد في الخطاب، ويأمل ويشجع تركيا علنية على ألا يترجم هذا الخطاب إلى توتر أكبر. وفي كل الأحوال فإن اليونان مستعدة للدفاع عن سيادتها وحقوقها السيادية. ختاما
متابعينا إلى الأخبار المنوعة وبشرى سارة لأصحاب أوجاع العمود الفقري ظهرت بمجرد الإعلان عن علاج واعد للألام الناتجة عن مرض القرص التنكسي عبر إصلاح الانزلاق الحاصل في الفقرات. وأظهرت التجارب البشرية أن الدواء الذي يحمل اسم هيدرافيل يمكن حقنه في العمود الفقري حيث يملأ الشقوق والتمزقات في القرص المصاب ما يسهم في تخفيف الألم. وتلعب أقراص العمود الفقري دورا مهما في توسيد الفقرات، لكن كما هو الحال مع أجزاء كثيرة من الجسم تبدأ في التآكل مع تقدم العمر، وبالتالي يمكن أن يجف سائل ملء الأقراص أو يتسرب مما يسبب الألم ويؤثر على الحركة. ولسوء الحظ تقتصر العلاجات إلى حد كبير على الرعاية مثل الراحة والعلاج الطبيعي ومسكنات الألم أو الجراحة في الحالات الأكثر خطورة، حيث يتم إزالة الأقراص أو استبدالها بأطراف صناعية. إذن حصر هيدرافيل في عام 2020 على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والآن بدأت نتائج التجارب البشرية الأولى بالظهور. وشملت التجربة 20 مريضا تتراوح أعمارهم بين 22 عاما و 69 عاما، وجميعهم يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة. ووصف الجميع آلامهم بأنها الرابعة وأعلى على مستوى مقياس مكون من 10 نقاط، وأبلغوا جميعا عن راحة خفيفة من العلاجات الموجودة. هذا الخبر المنوع متابعينا ناتي وياكم لختام جولتنا الإخبارية المسائية من برنامج مساء الخير يا وطن، سلطنا خلالها الضوء على أبرز وأهم الأحداث المحلية العربية والدولية. كنت معكم في إعداد وتقديم هذه الجولة إيمان حامد، إلى اللقاء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحة وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين.